عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، معكم وجدان بن حميدة في الميسيون بتاعنا كف وكعبة حلوة. كل عادة الميسيون بتاعنا تتقسم لدو بارتي، الكف والحلوة. وبالنسبة للكف بتاعنا بتاع اليوم يتمثل في قضية اجتماعية بالدولة برشا في تونس، نحكيو عليها برشا أما مانيش قاعدين نطبقوا فيها، وهذا اللي خليني أنا اليوم موجودة لهني معكم. نحب نفهم ونطرح سؤال، زعما علاش؟ دونك خليكم على الغوبريك الأولانية بتاعنا، زعما علاش؟ كل عام ونسبة العنف ضد المرأة في تونس قاعد يزيد بشوية بشوية، لين وصلنا اليوم في 2021 نحكيو على 77% من العنف المسلط ضد المرأة في تونس، منهم 84% عنف لفظي و 74% عنف مادي، أخيرا 18% عنف جنسي، واللي هي في حاجة كاتاستروفيك على الأخر، مما يخلي الخط الأخضر 1899 يتلقى في أكثر من 15,000 مكالمة في العام للتبليغ عن حالة العنف، سواء مادي، معنوي، لفظي، جنسي، اجتماعي، إكسترا. هذا الكل يخليني أنا كتونسية نهبط للشارع التونسي، نحب نرى ونشوف آراء وانطباعات التوانسة في الموضوع هذايا. دونك نخليكم مع الغوبورتاج الأولين. بدأت المشاكل بعد العرس بيسك 26 يوم 27 يوم عنفني، لا ريت لا شهر عسل ولا ضربني وقتها، سبب لي على بشكير شبيه البشكير من يدي، وإحنا نسكنوا في أبارتمون، أعطاني برشا كفوف دخت وقت قبل ما ياخذني رسم لي أحلام وردية على اساس احنا ديريكتوما بعد العرس ديريكت خارجين نعملوا في فواياج دونس، ما خرجنيش، قال لي ما عنديش فلوس، كان حاجتك هي تجبد من عندك ونخرجوا، وانا ما عنديش فلوس بقى شانس، وعديت ومشيت شكيت وجاني قال لي سامحني وما نعرف شنو، وانا ما حبيتش الحق المره الاولى نسامحه، قلت له مو على الاقل خلي تبقى له درس في حياته. كما كنا نشوفوا هذا كان راي المراه التونسيه في الموضوع هذايا، وانا باش ما نكونش محايده برشا حبينا نشوفوا راي الرجل التونسي انتباعه على الموضوع هذا. تسمعي بالمثل يقول لك جوع كل بالعسل، مش يقول لك كل بالعسل راه وجيب العسل كل بيه، كي تجوعي بالقديه وتلقي خبز قد ما خبز تاكليها تشبعي. هذا بين نرجع بعضنا بشوي بشوي من غير عرك من غير اشباط، إذا ما تفهمش هو مرايا خلي كل حد على روحه، مش بيه العنف كثر علاش؟ ثم اللي فكر له تليفونها قال له تليفون خير من وجهك، نحاها باش ما تضرب الشيء، سلمت رضات عطاته 200 ولا 300 ألف فدية قيمتك التليفون هذاك وسلمت وهربت ببدنها. أما المرأة بعمرك لا تضربها، المرأة محترمة راي المرأة محترمة عندها قيمتها والرجل محترم عنده قيمته. كفر سبنا الدين مرجع بعضنا نحن، علاش الجهل يا ياخد فتنية يبدي عنك في امرأة يضرب فيها ويكفر عليها، ما تجيش ما تجيش، شري تعاملة باش تكفر عليها، انا ذيك نكرهها في الدم، ما تعرفش حاجة نوريك نوصلك فتنية ما باش نعنفك ولا نضربك، علاش؟ وإذا كان روح حد خادم مخه ناي خاطي شرب شوية ماء. الهدوء، الطفلة تحترم والرجل يحترم، عاشت تونس بخير ويحيى شعبها ويحيى نساء، راهي نساء رجال، نساء راهي رجال، ولو مش نساء ما كانت رجال تعيش في الدنيا.
وهكا نكون وصلنا لختام الكف نتاعنا نتاع اليوم بعد ما شفنا اراء وانطباعات التوانسه في الموضوع هذايا. نتمنوا لتونس كل الخير وان شاء الله يا ربي نرتقي من مرحله العنف الى مرحله التحذر والحوار. وتوا نكون وصلنا للبارتي الثانيه من الايميسيون نتاعنا اللي هي الحلوه اللي بالرسمي نحبها على الاخر خاطر ما فيهاش كل سيريو هكا وعملتها وعقدتها وعملتهم الكل يعني نجم نكون اليز وسبونطاني على الاخر. الحلوه نتاعنا نتاع اليوم تتمثل في الميديا كامب أجوائنا بين الضحكة والتفرهيدة بين التعب وقلة النوم بين الخدمة وذي الكل شنو صار في الخمسة أيام اللي تعديوا هذم الكل. نخليكم مع ميديا كامب ستوري. نحكي على الكامب ان جينيرال باش نقول برشا كلمات باش نقول تعب باش نقول خدمه وزاد باش نقول استفاده. الاستفاده هذه اللي باش تخلينا نخرج بخدمه مزيانه برشا. والله اللي كامب اللي يصيروا هما فرصه للشباب من مختلف الولايات انهم يتقابلوا يخدموا مع بعضهم يستانسوا على ترافاي اون جروب. الكامب كانت لي اول تجربه ليا باش نلقى عباد جدد نتقاسم معاهم تجربة جديدة حلمة جديدة غرام جديد. كامب فيكل حاجة مزيانة برشا. تعرفت على عباد جدد ما تعرفتش عليهم قبل. خدمة مزيانة برشا مع جروب جديد أول مرة نخدم معاهم. إيه ولا هذا كانت الأجواء.